الحمد لله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا في البداية نستعرض معكم أحوال المرور في شوارع مصر المختلفة، وخصوصا زي ما قلنا من امبارح إن المدارس بدأت يعني تبدأ كده، بعض المدارس الدولية بقالنا كذا يوم، فطبعا يعني شوارع بتبقى مزدحمة في هذا الوقت من الصباح. خلينا نبدأ جولتنا من ميدان عبد المنعم رياض و بالقاهرة، وهو بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة نسبية من مظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. شهدت كمان مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. لو هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي برضو هناك في كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية. لو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كمان كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وبيشهد كمان شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات. نروح معاكم محافظة الجيزة ونبدأ من طريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، وبيفضل أن المتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هو هيتلاشى أي كثافات مرورية ممكن تقابله. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. لو هنروح لطريق المريوطية الدائري في سيولة مرية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، وكمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدول. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وامبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان ظهرت كثافات متحركة في مناطق مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة. ناخد بالنا ان كل شوارع الجيزه والمحاور مراقبه بكاميرات المرور، علشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقرره وربط الاحزمه وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح معاكم لمحافظه القليوبيه، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي بيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحره علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعه بصفه دوريه لحركه السيارات لسحب اي كثافات مروريه بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. هنكمل جولتنا ونروح محافظه بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيوله مروريه في اغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتاده في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبيه قليله، وهتبدا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة لإطمئنان على حالة المرور، خلونا نطمن مع حضراتكم على حالة الطقس النهاردة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة نهارا عن أغلب الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلا، فيما بتتأثر البلاد بموجة حارة يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 37 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 36 درجة، وأسوان العظمى فيها توصل 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.